بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الباك لينك. الباك لينك ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بناخد اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعتنا وبنعرضها في مواقع عليها ترند عالي في جوجل. طيب ليه طريقه للموضوع ده؟ ليه طريقه، ما هي صعبه. كل ما هنالك ان احنا بنعصر بس على الموقع المناسب، وفي ناس بتدخل على منتديات بتبدا تشتغل عليها، وفي ناس بتشتغل على مواقع. طبعا انا بختار وبفضل ان انا اشتغل على جوجل او على جوجل كروم او على حاجه يعني ايه، الحاجات اللي عليها ترند عالي من جوجل. تمام، الباك لينك هبدا انا اعمل ايه عشان اعمل حاجه عمليه. هاخد دلوقتي اللينك قدامكم وابدا اشوف هو بيتشير ازاي. هوريكم بص بيتشير ازاي. هختار مثلا هنا، هاخد ان ادخل على فيديوهات هنا، وهدخل هنا اختار ايه، نختار مثلا فيديو معين، اي فيديو مثلا وليكن ده مثلا. هاجي هنا اعمل مشاركه، واختار هنا اعمل نسخ الرابط. تمام، واجي هنا اروح هنا لجوجل، هدخل في جوجل واقول له مثلا يوتيوب مثلا باك لينك جنريتور. ده موقع معروف جدا ومهم جدا وكويس في نفس الوقت. تعال نشوف الباك جنريتور ده ايه اللي نقدر نستفيده منه، وازاي انا بحط اللينك بتاعي عشان ازود المشاهدات، وازاي ارفع مشاهدات الفيديو عندي عن طريق ان هو بياخده بيعرضه في كل حته. تعال نشوف بيعمل الكلام ده ازاي. هو هنا بيقول لي ايه، دخل اللينك بتاعك. بقول له حاضر، اللينك اللي انا خدته ده. طيب انا عامله هنا، ارجع من سحب هنا وابدا اقول له حاضر، ادخل اللينك اللي انا خدته لك دلوقتي واعمل لاصق. بيقول لي ابدا لو سمحت، هو بيقول لي هنا اوبن ولا هنعمل باك، قم عمل باك لينك. هقول له حاضر هعمل باك لينك دلوقتي. بص هيعمل لنا ايه بقى دلوقتي، اتفرجوا بنفسكم. انت هو بيبدا بقى يعمل ايه، اهو بص اهو بينزل مواقع اهو. هيقول لي انا هاخد ده، انا هعرض لك اللينك بتاعك هنا مجانا، وهعرضه هنا مجانا، وهعرضه هنا وهعرضه هنا. بس في حاجات مش هقدر اعرض فيها، يعني جاي يدخله مثلا موقع معين، الموقع ده له حاجه اسمها ريفيوز، ده رفض. مواقع تانية يعني هو بيدخل في الباك لينك ده اصلا بيوزع، بياخد الرابط نفسه. تمام، وبيبدا يعمل جنريت باك لينك ليه على كل ايه، على كل مواقع مثلا اللي هي مرتبطه بيه اصلا. لكن في حاجات هتقبل وفي حاجات مش هتقبل، واللي هيقبل هيقبل بنسب، بشرط مثلا بشرطتين بثلاثه اللي هو يقدر يوزعه مره. تمام، في شغلانه كده هو بيعملها او بيبدا يشتغل، هيعمل لي كام مره، عمل لي 32، قال لي انا هوزع لك على 32 موقع. انا لو اشوف بقى ان انا هدوس على اي واحد منهم وهبدأ ادخل عشان اشوف هيعرضه ازاي. هنبدأ نشوف دلوقتي هو بيعرض. احنا هنبدأ عندك تجربة، هو مديها لنا، هو موجود عنده. هنبدأ نشوف بيعرضها ازاي اهو. كتب برضو اللينك برضو زي ما احنا عملنا بالظبط. نفس الموضوع، كتب اللينك برضو وخلص الموضوع. لينك عشان لسه ما شافش الجزء الاولاني اهو. تمام كده، كتب اللينك عمل زي ما احنا عملنا بالظبط. طيب هل في ناس بتلجا لطريقه تانية في الموضوع ده؟ في ناس بتلجا لطريقه تانية اللي هو عن طريق مثلا البلوجر. انا عامل شاشة بلوجر، في على فكره مواقع كتير جدا ممكن تدخلوها، مش الباك جينيتور الدبل لينك اللي انا عامله، لا ما حدش يدخل، يعني مش هو ده اللي انا عامله بس، لا في مواقع كتير جدا ممكن انتوا تدخلوها. في منتديات ناس بتفضلها وتقول لك احسن بكتير وبتكون متخصصه قوي، ليها مميزات هوريها لكم دلوقتي. منتدى مثلا زي داخل فيه مثلا www.trident.net مثلا، يعني في حاجات كتيره جدا. طبعا بيقول لك يمنع اضافه رابط بقصد الاستغلال، يعني هو مثلا حد بيبعت دعوات لناس عشان اي موضوع عشان ما يوقعش الناس بتقف غلط، يعني حاجات بسيطه. لكن احنا ممكن ندخل هنا مثلا على اي حاجه مثلا، بس اهم حاجه شرط عندهم انك لما تسجل عندهم انك بتدخل على بتعرض في حاجه معينه عندهم. يعني انا ما اجيش على مثلا على الالعاب الالكترونيه واعرض مثلا اللينك بتاعي، ما ينفعش حاجه زي كده. لكن ممكن في ركن التجاره الالكترونيه مثلا ممكن اعرض. طب اقول لك عايز تعرض ايه مثلا، اخلاء المسؤوليه بالتعاملات الالكترونيه وكذا وكذا والكلام ده. طيب انا هجي هنا مثلا في الادوات، تقول لي طب في الادوات هنا عايز مثلا تعرض ايه، هقول له طب عايز اعمل اضافه موضوع جديد.
بدخل بقى هنا بيديني هو هنا الرساله وبيديني العنوان اللي انا عايز اكتبهم. ببدا هنا انزل هنا الاقي عنوان، المفروض انا اكتب هنا عنوان بتاع الفيديو واحط هنا اعمل اللاصق هنا تمام، نحط اللينك بتاع الفيديو تمام، وابدا اشتغل على ان انا مثلا اسيبهم هم كل اللي بيدخل في المنتدى بيبدا يشوفني تمام. الكلام ده كله يا جماعه بيكون مجانا، ما يكونش اي فلوس. في مواقع بتعرض يا جماعه الكلام ده بفلوس، وفي مواقع بتعرض الكلام ده مجانا. اسمها بتلاقي تدخل مثلا عايز شروحات، الشروحات المختصره في المواقع هم بياخدوها بيعلوها يعني في اماكن بعيده وكويسه جدا. بنقول لك ان في بعض المواقع بتوصل اللينك بتاع الفيديو بتاعك، الارشفه بتاعته بتاخده توزعه مثلا على 2000 وعلى 3000، بس دي بتكون بفلوس، وفي منها مجانا. المجانا بتاعتها ال 2000 دول بيصفوا على 1000 على 800، لكن اللي بفلوس ال 2000 بيصفوا على 2000 وممكن اقل حاجه بسيطه جدا. وطبعا انا لو رحت هنا مثلا عندي على جوجل هو بيبدا يعمل الارشفه مثلا للمواقع بتاعتي، ببدا في حاجات شغاله وحاجات مش شغاله. هل ال 32 كلهم بيكونوا شغالين اللي هم كلهم؟ لا، في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن تلاقي اللي شغال منهم 20 25، عشان دي حاجات مجانية. فدي نقطة برضو مهمة عايز أقولها لكم. فمش قصدي إن أنتوا لازم تلجأوا للفلوس، في مواقع كتير جدا 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 مجانية، بس أنا ما فضلتش أجيب. في كمان منتديات مجانا كتير، هحاول أسيب لكم واحد واثنين وثلاثة، هحاول اللي هلاقيه. أنا واحد معايا أهو، والباقي إن شاء الله هحاول أنزل لكم بحيث تستفيدوا بحاجه زي كده. اذا عجبكم الفيديو النهارده، وانا بس قبل ما اختم عايز اقول ان دي يا جماعه يعني انت بتزود مشاهداتك مجانا من غير ما تتعب في حاجه، وانت يعني بتعمل اللينك وبتسيبه وتمشي، بتبدا تشوف انت اللي وراك، هو بقى بيعيش مع نفسه. كل ما حد يدخل المواقع دي بيشوف الفيديو بتاعك، كل ما حد يدخل مواقع بيشوف الفيديو بتاعك، وانت مالكش دعوه، انت هو تعمل فيديوهات وانت عايش حياتك. الحاجه دي لسه مكتشفها برده بقالي يومين تقريبا، فقلت اقولها لكم على طول. اللي عجبكم الفيديو ما تنساش في لايك وشير، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.